كاميرا مراقبة منزلية ترصد أبشع جريمة. في قلب مدينة فينيكس أريزونا، حيث رسمت الشمس المناظر الطبيعية بألوان نارية، تكشفت قصة الثروة والإدمان والمأساة. في قلب هذه القصة كان دونالد ميلون، وهو رجل عائلة أمريكية تقليدية، سعى إلى توفير حياة مريحة لزوجته وأطفاله الثلاث. ولكن بينما توالت الأيام، اتخذت حياة دونالد منعطفا مظلما بسبب إدمانه على المشروبات الكحولية. أصبحت حياة دونالد أكثر قتامة عندما ترك بريدا صوتيا لإحدى بناته تم الكشف فيه عن أبشع الأفعال. ابقوا معنا لمعرفة تفاصيل أكثر حول قضيتنا لهذا اليوم. ولد دونالد في 11 مارس عام 1966، وكان تجسيدا للحلم الأمريكي. رجل أعمال ناجح جاء من عائلة ثرية تمتلك العديد من مطاعم الماكدونالدز في مسقط رأسه في فينيكس أريزونا. خلال طفولته كان دونالد شخصا نشيطا، وكان يستمتع باللعب في الخارج مع رفاقه ويبتسم دائما. ذهب دونالد للزواج من حب حياته كارين. عاش الزوجان حياة زوجية جميلة، وخصص كل وقتهما لبناتهما الثلاث الجميلات. كانت حياة دونالد وكارين بمثابة شهادة على عملهما الجاد وتفانيهما، وكل ذلك نابع من ملكية دونالد المزدهرة للعديد من امتيازات ماكدونالدز الراسخة في مسقط رأسها الجذاب. لقد كانت رحلتهم نحو النجاح ممهدة بالتزام لا يتزعزع وسعة عمل لا حصر لها، مما أدى إلى حياة يحسدهم عليها الكثيرون. ولكن تحت سطح السماء المنزلية كانت هناك ظلال مشؤومة كامنة. دونالد على الرغم من مظهره الخارجي المثالي كان يخفي سرا غامضا، وهو إدمان من شأنه أن يهدد بكشف حياتهم المثالية. أصبح الكحول رذيلة، وكان سقوطه في قبضته سريعا ولا هودة فيه. لقد كانت معركة يبدو أنه لا يستطيع الفوز بها بغض النظر عن مدى صعوبة محاولاته. وصلت كارين عمود القوة في عائلتها إلى نقطة الانهيار. إن تربية ثلاثة أطفال أثناء مشاهدة كفاح زوجها كان بمثابة عذاب عاطفي لم تعد قادرة على تحمله. بقلب مثقل اتخذت القرار المؤلم بالطلاق من دونالد بحثا عن مخرج لها ولأطفالهما. وجد دونالد الذي أصبح الآن أبا أعزبا نفسه يتصارع مع الوحدة وحطام ماضيه. خلال هذا الوقت المضطرب عثر على قصة حب عاطفية من شأنها أن تقوده إلى طريق محفوف بالمخاطر. كان اسمها ريفيكا شيفر، وهي شابة غامضة تحولت إلى الرقص الغريب وصحبة الرجال الأكبر سنا والأغنياء لتغطية نفقاتها. تم تشكيل علاقتهما في خضم احتياجاتهما الفردية، رغبة دونالد في الرفقة وحاجة ريفيكا إلى الاستقرار المالي. ما بدا كقصة حب رومانسية بريئة سرعان ما تطورت إلى شيء أكثر خطورة بكثير. جلب وصول ريبيكا نسمة من الهواء النقي إلى حياة دونالد. لقد كانت مفعمة بالحيوية ومغرية وممتعة بلا خجل. بالنسبة لأصدقائهم ظل دونالد هو الشخصية الجذابة، حيث أعطى الفرد الذي عرفوه دائما. بينما أضافت ريبيكا لمسة مثيرة إلى تجمعاتهم، كانت الحفلات مع الزوجين الغريبين أسطورية ومليئة بالضحك والصخب. ومع ذلك تحت السطح كان هناك توتر كامن وعاصفة تنتظر الانكسار. كانت فكرة ريبيكا عن المرح مفرطة حتى بمعايير دائرتهم المحبة للحفلات. تحولت الأيام إلى ليال بينما انغمسوا في كميات كبيرة من الكحول، وتحولت حياتهم إلى حفلة لا تنتهي أبدا. بدا الأمر كما لو أنهم كانوا في مهمة التدمير الذاتي. كان تأثير ريبيكا على دونالد لا يمكن إنكاره. لقد قدمته إلى عالم من الإفراط في شرب الخمور والفجور، مما أبعده عن رجل العائلة النظيف الذي كان عليه من قبل. شهدت بنات دونالد بما في ذلك دراسي هذا التحول بشكل مباشر، وكن يشعرن بقلق عميق بشأن رفاهية والدهن. ومع تزايد الفوضى في علاقتهما لم يقوم بتخزين المشروبات الكحولية فحسب، بل قام أيضا بتخزين مجموعة مختلفة من الأسلحة النارية. أصبح منزلهم بمثابة برميل بارود من المشاعر المتقلبة الجاهزة للانفجار. حتى رفاقهم في الحفلة بدأوا يشعرون بالخطر الوشيك، متذكرين كيف استيقظوا لتناول الإفطار مصحوبين بزجاجة من الشاردونيه، ورأوا الزوجين يتناولان جرعات من الفودكا بحلول وقت الغداء.
في إحدى ليالي شهر يوليو الحار في مدينة فينيكس، وصل التوتر في أحد المنازل إلى نقطة الانهيار، مما أدى إلى اتصال طوارئ لطلب المساعدة. تذكرت ريبيكا أن زوجها كان ينزف ويحتاج إلى مساعدة فورية، ومع ذلك فإن ردودها غير المتماسكة والمربكة تركت عاملة الهاتف محبطة، حيث لم تتمكن ريبيكا من تقديم تفاصيل أساسية حول الموقف، مما ترك عاملة الهاتف تتساءل عن نواياها الحقيقية. أصبحت ردود ريبيكا على العاملة مربكة بشكل متزايد وغير مبالية، مما أدى إلى إحباط العاملة التي كانت تسعى بشدة للحصول على معلومات مهمة حول حالة زوجها. انتهت المكالمة فجأة بموقف ريبيكا غير المكترث اتجاه وضع زوجها. في تلك الأثناء وفي جزء آخر من المدينة، كانت إحدى بنات دونالد على وشك سماع رسالة والدها الأخيرة. قامت أشلي بتشغيل بريد صوتي تم استلامه على الساعة 9:44 مساء. بينما كنا يستمعن لصوت والدهن، تفاجأنا بسماع صوت طلقة نارية. صدمة سماع اللحظات الأخيرة لوالدهن تركهن عاجزات عن الكلام. لقد أصبحن عن غير قصد شهودا على مأساة تستعصي على الفهم. نبهت مكالمة ريبيكا السلطات، ولكن بعد فوات الأوان بحلول الوقت الذي وصلت فيه خدمات الطوارئ، لم يكن هناك ما يمكنهم فعلهم لإنقاذ دونالد. لقد أودت طلقة نارية واحدة في رأسه بحياته، تاركة وراءها فراغا لا يمكن ملؤه أبدا. وبينما كان المحققون يمشطون أثار تلك الليلة المشؤومة، توصلوا إلى اكتشاف مروع، مسدس مخبأ بين وسائد مقعد الكرسي في المنزل. لقد كان دليلا دامغا ألمح إلى حقيقة أكثر قتامة. بدت ريبيكا أثناء وجودها في مركز الشرطة مصدومة مما حدث في تلك الليلة، وتظاهرت بالارتباك مؤكدة أنها لا تتذكر ما حدث، وبطريقة غير متماسكة حاولت إعادة بناء تسلسل الأحداث، مدعية أن زوجها تناول بعض المشروبات. وأعربت عن صدمتها عندما وجدت زوجها ملقا على الأرض والدماء تنزف من رأسه. كانت رواياتها مليئة بالثغرات والتناقضات والانفصال الغريب عن خطورة الوضع. لم يكن هناك شيء منطقي، لكن المحققين كانوا مصممين على كشف الحقيقة. تركت بنات دونالد في صراع مع المعرفة المؤلمة بأنهن سمعن اللحظات الأخيرة لوالدهن، وهو تسجيل محفور في ذاكرتهن إلى الأبد. انتظرت ريبيكا مصيرها بينما ظلت محتجزة كمشتبه به رئيسي. كانت أجزاء هذا اللغز المحير تجتمع معا، لكن الدافع وراء الجريمة ظل بعيد المنال. هل كانت قضية قتل بدم بارد؟ أم قصة امرأة تعرضت للعنف الزوجي دفعت إلى أقصى حدودها؟ بينما كانت المحاكمة تلوح في الأفق، قدم الدفاع كشفا صادما، وهو وجود أشرطة أمنية منزلية يمكن أن تغير مسار القضية. قدمت هذه التسجيلات لمحات عن الحياة المضطربة التي عاشها دونالد وريبيكا خلف الأبواب المغلقة. وكان لزوجة دونالد السابقة كارين وجهة نظر مختلفة، وأعربت عن اعتقادها بأن الأشرطة أظهرت فقط ردود فعل دونالد العنيفة، وليس سنوات العذاب التي تحملها على يد ريبيكا. ووصفتها بالمرأة التي تستعد بإلحاق الألم العاطفي والنفسي بزوجها، الأمر الذي جعل دونالد يذهب إلى حافة اليأس. لكن الأشرطة كشفت كيف كانت ريبيكا تتلقى أيضا نصيبها من العنف أيضا. رسمت مشاهد صفعها وسحبها وحتى لكمها صورة قاتمة لعلاقتهما المضطربة. تأكدت الحقيقة المرعبة عندما رجع المحققون لقطات المراقبة من تلك الليلة المشؤومة. كان الفيديو مروعا لدرجة أنه لم يكن من الممكن عرضه على الجمهور، لكنه روى قصة مرعبة. بينما كان دونالد يترك البريد الصوتي لبناته، دخلت ريبيكا غرفة المعيشة ورفعت مسدسا على وجهه وأطلقت النار. خدشت الرصاصة جمجمة دونالد واستقرت في صورة غلاف الزواج، وما تلا ذلك كان أكثر إثارة للقلق. جلست ريبيكا بجانب زوجها المحتضر لمدة 23 دقيقة مؤلمة، بينما كانت تدخن سيجارة بشكل عرضي، ومع تزايد الأدلة بدا وكأنها قضية قتل بدم بارد. ولكن كان هناك ما هو أكثر من ذلك في القصة، وهو تاريخ من العنف وسوء المعاملة الذي تم التقاطه على كاميرات المراقبة في جميع أنحاء منزلهم. كيتيا وماركوس أدير
الأصدقاء الذين عاشوا مع دونالد وريبيكا لمدة عام شهدوا كيف خرج الزوجان عن السيطرة بسبب الإفراط في شرب الخمر. أصبح شرب الخمر والعنف لا يطاق لدرجة أنهما اضطرا إلى المغادرة. كشفت سجلات شرطة فينيكس أنه في العام الذي سبق جريمة القتل تم استدعاء الضباط إلى منزل الزوجين 21 مرة بشكل مثير للقلق، وشملت الحوادث فحوصات الرعاية الاجتماعية وتقاريرا عن العنف المنزلي والاعتداء. لاحظ أحد الضباط وجود إصابات حول عيني ريبيكا. قالت محامية الدفاع عن ريبيكا جينيفر ويلموت المعروفة بالدفاع عن القتلة سيئ السمعة إن موكلتها كانت امرأة تعرضت للضرب وتحملت سنوات من سوء المعاملة على يد دونالد. وكشفت لقطات المراقبة سلسلة من الحوادث المرعبة بما في ذلك الاعتداءات الجسدية والسحب وحتى اللكم على مؤخرة رأس ريبيكا. أدى وجود خزانة مليئة بالأسلحة النارية إلى تثاقم الخطر في علاقتهما المضطربة. وبحسب رواية ريبيكا فقد هددها دونالد بقتلها ليلة إطلاق النار مما دفعها للخوف على حياتها، إلا أن عائلة دونالد أصرت على أنه قام بتركيب كاميرات مراقبة خوفا على سلامته. جادل الدفاع بأن ريبيكا تصرفت دفاعا عن النفس ولم تكن تنوي قتل دونالد أبدا، وتسأل عن سبب إطلاقها رصاصة واحدة أصابت رأسه إذا كانت نيتها القتل. ادعى محامي ريبيكا أيضا أن دونالد خطط لقتلها في نفس الليلة، وكانت القضية مليئة بالروايات المتضاربة والأدلة المروعة. اتهمت ريبيكا بالقتل من الدرجة الأولى وواجهت احتمال السجن مدى الحياة. في محاولة يائسة لتجنب هذا المصير وافقت على الإقرار بالذنب واعترفت بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الثانية، وحكم عليها بالسجن لمدة 20 عاما. على الرغم من ادعاءاتها بفقدان الذاكرة والدفاع عن النفس، إلا أن دليل الفيديو كان له تأثير كبير ضد ريبيكا. بالنسبة لعائلة دونالد، لم يتم تحقيق العدالة بشكل كامل، ويعتقدون أنها تستحق عقوبة السجن مدى الحياة لأنها أخذت أحد أحبائهم بعيدا. وفي مقابلة هاتفية خلف القضبان، حاولت ريبيكا شرح تصرفاتها في تلك الليلة المصيرية، مؤكدة أنها لم تتذكر اللحظات الحاسمة بعد إطلاق النار، وأكدت أنها لم تكن شخصا عنيفا ولم تكن في قتال من قبل. لكن بالنسبة لابنة دونالد راسي، لم تكن أعذار ريبيكا أكثر من مجرد كلمات فارغة. لم تستطع قبول الرواية التي تصور والدها على أنه المعتدي وريبيكا على أنها الضحية. تعد الحالة المأساوية لدونالد ميلون وريبيكا شيفر بمثابة تذكير مروع بتعقيدات العنف المنزلي والعواقب المدمرة التي يمكن أن تترتب عليه. في عالم حيث الخطوط الفاصلة بين الضحية والجاني غير واضحة، قد يكون السعي لتحقيق العدالة بعيدا منال، مما يترك جروحا قد لا تلتئم أبدا. فما رأيكم أنتم مشاهدين الكرام؟ لا تنسوا إخبارنا بآرائكم في التعليقات أدناه، كما لا تنسوا دعمنا بزر لايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء مع قصة أخرى من قناتكم دهاليز.